عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامج من هدي الرسول. شرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد معبد، المدير العام للشؤون الفنية العلمية والمشرف العام على لجنة إحياء التراث بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بفضلك. أهلا بحضرتك. سمحني دكتور، من الموضوعات التي اهتم بها الحديث النبوي النصيحة، ومنها ما روي عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في البداية دكتور، كنا حابين نحن نتعرف نحرك على المعنى العام لهذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الجامعة لكثير من المعاني العظيمة، وهو أيضا من الأحاديث التي ذكر العلماء أن عليها مدار الإسلام، يعني أنها تدخل في أبواب كثيرة وتشتمل على أحكام كثيرة من أحكام الدين، وأيضا هي تصحح مفهوم قد يكون عند الناس غير واضح، أن الناس تعتقد أن النصيحة معناها أن أسدي الخير للغير فقط، ولكن النصيحة أعظم من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الحديث بقوله: الدين النصيحة. وده أسلوب يسميه العلماء أسلوب حصر، لكنه هنا حصر غير حقيقي، فليس الدين قاصر على النصيحة. الدين يشتمل على عبادات ومعاملات كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على عظم وخطورة النصيحة ومكانتها في الدين الإسلامي، كما في الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هل مناسك الحج كلها الوقوف بعرفة؟ لكن لا، أعظم هو فيريد أن يبين أن النصيحة هي ركن عظيم من أركان الدين، وسلوك ينبغي أن يتخذه الإنسان منهجا، ليس مع الآخرين فقط كما مشاعر، لكن مع نفسه. فالنصيحة إذا اتخذها الإنسان منهج له أصلحت له كثير من أمور دينية ودنيا. طيب دكتور، هنا خلينا في البداية، الدين والنصيحة، نصيحة بمعنى النصيحة العلماء قالوا هي من الكلمات الجامعة، يعني كلمة جامعة، ويعني أو يعنون بها هو إسداء كل الخير للمنصوح. يعني هي كلمة جامعة تعني أن أسدي كل خير أستطيع له للمنصوح له. والنصيحة في اللغة أيضا لها معاني أخرى، منها الإصلاح، فيسمون مثلا عمل الخياط نصيحة، فيقول: نصحت الثوب، يعني خيطته وأصلحته وجعلته ملائما. ويسمون الإبرة التي تستعمل الخياط منصحة، لأنها تصلح، أنها تصلح. ففيها إذن إسداء الخير ومعناها الإصلاح، ويدخل فيها معنى التخليص من الشوائب. فيقول في الكلام: نصحت العسل، بمعنى صفيته ونقيته من كل شائب. إذن المعنى كله دكتور كأنه هو انتقال من حالة أقل درجة من الصحة إلى حالة أعلى من الصحة أو الصواب. نعم، ويشمل إسداء الخير والإصلاح والتصفية والتخليص، كل هذا. نعم. طيب هل ده معناه دكتور أنه برضو إسداء النصيحة لمن يطلبها، ولا المعنى عام انه الدين النصيحة معناه انه انا اللي بروح او انا اللي ابادر بان انا اقول النصيحة، طالما انا عرفت انه هناك امر ما افضل قد يفعله الانسان اللي قدامي، بدل ما هو الشيء اللي هو بيعمله، لا، في شيء افضل منه. بدل ما هو بيفعل هذا الخطأ فانا عارف الصواب، فانا بروح اقول له اعمل الصواب. هل هو ده المقصود، ولا انتظار انه شخص يجي يطلب مني النصيحه فانا اقدمها له؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم هنا عن المبادره. المبادره بالنصيحه حتى لو يطلبها الانسان، لكن اذا طلبها اصبحت حقا عليه. اللي هو في الحديث الاخر ان من حقوق المسلم على المسلم: اذا استنصحه فانصح له، اذا استنصحك يعني طلب نصيحتك وشك في امر، ان تنصح له فتبصره بما عندك من الخبره ومن المعرفه في هذا الامر الذي سالك فيه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان ينبغي ان نبادر الى النصيحه حتى لم تطلب، وان تكون منهج حياه للمسلم. طيب هنا دكتور حاج، هل هي واجبه، ولا هنا الامر هنا في هذا الحديث للند؟ بحسب الحال. بحسب الحال، فهناك امور كما سياتي في تفاصيل الحديث هي واجبه، بل هي من اصول هذا الدين.
كما سيأتي أن النصيحة لله ولرسول الكتاب دي من أصول الدين ومن أصول الإسلام. نعم. طيب إذن النصيحة مطالب بها المسلم، وكأنه الإنسان المسلم هو مطالب بأنه دائما في كل خطوة هو يخطوها، في كل أمر من الأمور، في كل ظرف، في كل زمن، في كل وقت، في كل مكان، مطالب أنه ينتقل من الحالة إلى الأقل في الصحة إلى الأعلى في الصحة، وكأنه مطالب منه إصلاح ما حوله. نعم. لكن ينبغي أيضا أن نبين أن هذا بحسب الاستطاعة ومع مراعاة الحال والوقت والأدب في ذلك. نعم. طيب. نعم. لأن النصيحة طبعا قد تتحول بعض الناس بأسلوبهم أو بالوقت غير المناسب إلى الضد. إلى الضد. نعم. طيب لو قلنا بقى دكتور المعنى، قلنا لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في النصيحة بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وبرسوله، مع أن قد يتبادر للذهن المعنى النصيحة أنني أسدي الخير لغيري أو أصلح لغيري أو وكيف أنا العبد الضعيف سأنصح لله الخالق الإله العظيم أو لكتابه الذي هو المعجزة والوحي المنزل من عنده أو للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. فنقول إن أخسر الخاسرين وأظلم الظالمين لنفسه هو من ينصح غيره ويقصر في النصح لنفسه. يعني أول ما ينبغي الإنسان أن يجعل النصيحة مبدأ حياة أن أنصح نفسي. فهنا قوله لله ولكتابه ولرسوله يراد أن ينصح الإنسان نفسه في التعامل مع الله ومع كتاب الله ومع رسول الله. فليس المراد هنا هو إزداء الخير أو كما نقول في عامة المسلمين وأئمتهم هو النصح لهم، وإنما المراد هنا في هذه الأمور التعامل مع الله والتعامل مع كتاب الله ومع رسوله هو أن أنصح نفسي بأن أخلص العمل لله ولكتابه ولرسوله. فالنصيحة لله يراد بها بداية تبدأ من الإيمان بالله هذا الخالق العظيم والإله الأوحد، ثم بعد ذلك العمل بما أمر والابتعاد عما نهى وتنزيهه ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص. فهذا هو أول ما يكون، وعدم الإشراك به وإثبات وحدانيته وأنه الوحيد المتفرد بالعبادة والمستحق للألوهية سبحانه وتعالى. فمن قصر في هذه الأمور لم ينصح لنفسه في التعامل مع الله. طيب هنا دكتور قبل ما ننتقل إلى بيان الأمور الأخرى أو الأصناف الأخرى التي أمر الإنسان بأن ينصح لها، هل معنى ذلك أن الإنسان يقول أنا قصرت أو أنا أقصر في فعل الطاعة معناه أنه لا أنصح غيري أو لا أتوجه لغيري بالنصيحة، بالتالي فأنا طول ما أنا ما بعملش الصح ما ينفعش أن أنا طالب الناس أنها تعمل الصح؟ لو فرضنا ذلك لا اشترطنا في كل ناصح أن يكون معصوما، وهذا لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن الإنسان يجتهد وينصح غيره وإن قصر في العمل يستغفر الله ويحاول أن يتوب ويرجع. لكن مش معناه يا دكتور أنه لو أنا قصرت في العمل لا أنصح غيره، أنه أتوقف عن النصيحة ويبقى أنا مش مطالب مني ما يعني ما مشيش في الدنيا وأقول طب ما أنا مخطئ وبالتالي ما خليني في الخطأ بتاعي ما كل الناس بتغلط. لا. يعني ما يبقاش المبرر أن أنا لما أشوف إنسان على خطأ أنه أقول طب ما أنا كمان مخطئ وبالتالي كل واحد يعني خليه في حاله. لا بل يعني نزيد تنبيه أنه أحيانا من أوقع الناس نصحا هو من وقع في الخطأ، فيحذرك أن تمشي في هذا الطريق الذي رجع منه خاسرا. فبعض الناس تكون نصيحته أبلغ لأنه وقع في هذا الأمر الذي يحذرك منه. نعم. طيب لله ولكتابي ولرسولي. حضرتك قلت هنا أنه منصب على الإنسان، على الإنسان في التعامل، في التعامل. نعم. فالنصيحة لكتاب الله هو أن أؤمن بهذا الكتاب وأنه وحي من الله وأنه كلام الله المنزل، وأن أعمل بما فيه من الأوامر والنواهي، وأن أتلوه حق تلاوته ولا أهجره، وأن أوقره وأعمل بما فيه. ذلك بالنسبة للكتاب. ولرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الخاتم، وأنه خاتم الأنبياء والرسل، وتوقيره وتعظيمه واتباع هديه قدر الإمكان، يعني فعل أوامره والابتعاد عن نواهيه، والإيمان بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم.
ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هي كلمة تعني يعني بالأصالة أولي الأمر عموما على اختلاف طبقاتهم، كل شخص مسؤول. كل شخص مسؤول. ويدخل فيها أيضا العلماء وأهل أهل العلم بالدين، لأنهم يعتبروا يعني من أئمة المسلمين في هذا الأمر. فيدخل فيه أئمة الدين وأئمة الدنيا، ويكون النصح لهم هو باتباعهم، باتباعهم والنصح لهم وعدم مخالفتهم إلا فيما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، والنصح لهم بالطريقة اللائقة، وأيضا الدعاء لهم بالتوفيق والسداد وستر ما يعني يعلمه الإنسان من دواخلهم أو عورتهم. نعم. وعامة المسلمين، عامة المسلمين معناه اللي هو المسلم اللي زيه والمقارب لي والقريب مني أو البعيد، أنني أنصح له في كل خير أستطيع أن أوجهه له، وأن أمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، وأن أرده عن الظلم إذا ظلم، وأن أبتغي له الخير سواء كان هذا خير دنيوي أو خير أخروي فأدله عليه. فهو يدخل في الدائرة العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي ما يصلح الدين والدنيا. دكتور، أو يمكن هنا السؤال، هل هناك فرق ما بين الحديث هنا عن النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا هو نفس الموضوع لكن يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من النصيحة، لأن في إصلاح وفي إزداء الخير، لأن الإنسان لما يأمر بالمعروف يوجهك إلى خير تفعله، فهذا فيه نصيحة لك وفيه إخلاص الخير لك، لأنه يريدك أن تدخل في هذا الخير وتنال ثوابه، وأيضا أن ينهاك عن الوقوع في الإثم والمعصية، وهذا أيضا فيه خير لك. فالأمر المعروف هو والنهي عن المنكر هو أحد مظاهر النصيحة بين المسلمين والقيام به. طيب دكتور، لو أنا حابب أطبق هذا الحديث في الحياة، أنا مثلا ماهر في مهنة معينة أو في صنعة معينة أو في تجارة أو في علم معين، هل معنى كده أنه واجب علي بشكل أو بآخر أنه أنا أنشر هذا العلم للناس، وأن أنا أحاول أنفع الناس بهذا العلم؟ فلو أنا مثلا في صنعة معينة وفي إنسان بادئ مشروع في هذه الصنعة، هل لو أنا شفته على خطأ هل أنا مطالب بنص هذا الحديث أو بما يريد هذا الحديث أو بما يكلفني به هذا الحديث أن أنا أروح وأقول له خلي بالك فلان الحتة دي كذا، في خطأ هنا، أنت المفترض تعمل كذا؟ هل ده المعنى؟ هو يختلف بحسب العلم وبحسب المستقبل لهذا العلم. فلو كان مسألة شرعية واللي أمامك مخطئ فيها وأنت عالم بها، ده واجب واجب، لا يعني لا خلاف ذلك. لكن لو كان مسألة علم دنيوي أو صنعة أو حرفة كما تقول، فأنا الأصل أو من باب الفرض الكفائي إن أنا أعلمها لغيري، وإذا وجدت إن هو على خطأ إن أنا أصوب له هذا الخطأ وأنصح، لأن يعني النفع في ذلك هو نفع عام ونفع خاص. نفع عام لأن في هذا إصلاح للمجتمع ولأفراده، يعني إنسان غير متعلم للصنعة فأنا أعلمه، فأنا نصحته أفدت المجتمع بأن إنسان آخر تعلم هذا الصنعة، أو إنسان لا يتقن الصنعة فأنبيه إلى كيفية إتقانها وإصلاحها، فده في صلاح. في الأمر الآخر أنا حصلت الثواب إنما امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصلحت، فأصبح الإنسان مصلح وناصح لغيره، فهو مؤدي له الخير. والذي يؤدي الخير لغيره الله سبحانه وتعالى سيوصل إليه الأجر والثواب والخير. طيب دكتور، يعني قبل ما نختم ممكن نقول إيه الرسائل اللي إحنا ممكن ناخدها من هذا الحديث لو إحنا حابين إحنا نطبقها في الحياة؟ نعم، نقول أن من أساسيات الإسلام إزداء النصح للغير والإصلاح، وأن الإنسان يقدم لأخيه الإنسان كل ما يستطيع من خير ونصح، ولكن ليحذر الإنسان أن ينصح غيره ويترك نفسه في أول ما يجب عليه، وهو الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله، فكأنه نصح لغيره وغش نفسه في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون يعني في خسارة كبيرة عليه في الدنيا والآخرة. فنقول أن النصيحة أول ما تجب أن ينصح الإنسان نفسه في تعامله مع الله ومع كتابه ومع رسوله، ثم ذلك بما يقدر عليه وبما يستطيعه لأئمة المسلمين ولعامته. نعم، بكده متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. في الختام أتوجه بالشكر لفضيلة الدكتور محمد معبد مدير عام الشؤون الفنية العلمية
والمشرف العام على لجنة إحياء التراث بالأزهر الشريف. شكرا جزيلا لفضلتك. شكرا لحضرتك. شكرا لكم متابعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.